تنضم إلينا من تونس فرانشيسكا ألبانيز المقررة الأممية الخاصة لحقوق الإنسان في فلسطين. سيدة ألبانيز، أنت تتابعين هذا القصف المستمر دون توقف على قطاع غزة، تتابعين الصور القادمة من هناك للمدنيين الذين يقتلون كل يوم وكل ساعة وكل لحظة بالقصف الإسرائيلي، ما تعليقك؟ أنا مصدومة، وتعليقي هو أنه ليس هناك أي قانون دولي يتم احترامه في هذه الأوقات. لا يمكن استهداف المدنيين، ولا يمكن استهدافهم بطريقة تمييزية. لا يمكن استهداف المدنيين بهذه الطريقة إذا ليس هناك ضرورة عسكرية وإثباتات. يجب أن يكون هناك احترام مع إطلاق كل هذه الصواريخ، يجب احترام القانون الدولي والمدنيين. هذا الأمر لا يحصل، هناك قتل للمدنيين، هناك مستشفيات خالية من الأدوية، هناك تفجير للمدنيين، ليس هناك من كهرباء، ليس هناك من مياه تصل إلى هذه المنطقة، والوضع مؤسف للغاية. وبشكل صريح أنا لا يمكنني أن أتذكر بالطبع هناك الأسوأ الذي شهدته غزة في الأعوام الماضية في عام 2008 و2014 و2022، لا أذكر أي أمر أسوأ من الأمر الحالي. الآن سيدة ألبانيز، حتى في الضفة الغربية مقتل أحد أو ثلاثة قتلى وأحد عشر إصابة جراء هجوم للمستوطنين على بلدة قصرة جنوبية لابلس، يعني أن القتل لا يقتصر فقط على قطاع غزة. طيب ماذا تفعل الأمم المتحدة سيدة ألبانيز لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية؟ هل إسرائيل فوق القانون الدولي وفوق المحاسبة؟ حتى الآن الأمم المتحدة لا تقوم بأي شيء مرئي على المستوى السياسي، ولكن على الأرض مثل الأونروا والمساعدات الإنسانية نحاول تقديم المساعدات بقدر المستطاع، ولكن الأمر ليس كافيا. نحن بحاجة ضرورية إلى حل سياسي، وهذا لا يمكن أن يحصل من دون احترام حقوق الفلسطينيين الذين تعرضوا للقمع لأكثر من 50 عاما. ما نراه ليس مفاجئا، بل هو عدواني وهو وحشي، وهذا استمرار لهذا القمع الذي تعرض له الفلسطينيون.